نعم، على ذكر اليويفا، هناك نهائي للشامبيونز ليج الأوروبي سيجرى في 28 من شهر مايو الجاري بين كل من ريال مدريد وليفربول، وأنا أعلم بأن حضرتك مشجع للنادي الملكي بقوة، ولكن لدينا محمد صلاح فخر العرب، فنود يعني أن يفوز نادي ليفربول. ماذا تقول عن هذا الأمر في ختام هذا الحوار الشيق مع حضرتك؟ هذا أصعب سؤال لك. هذا السؤال. أنا أعتقد دائما بأن برغم الصعوبات اللي مررنا بها في ريال مدريد منذ سنوات، يعني هل نكون يعني بصراحة، نحن إذا نظرنا إلى ما حدث من التحقيقات من المباريات الماضية، يعني خلال السنوات الماضية على مستوى الأوروبي، نرى مباشرة بأن أفضل فريق في العالم، أفضل فريق في أوروبا هو ريال مدريد. الآن طبعاً أمامنا الفريق المصري وفريق الإنجليزي، وفي هذا الفريق لدينا أيضاً النجم المصري محمد صلاح، هو يعني لاعب رائع وربما أفضل لاعب في العالم، ولكن نحن سنحاول بقواتنا ومن خلال قدراتنا المختلفة يعني سنحاول. نحن متفائلون، ولكن كما نقول دائما الفوز سيكون للأفضل، فنتمنى بأن ريال مدريد سيكون الأفضل، ولكن ما أدري. ونحن نتمنى ليفربول بإذن الرحمن. طيب، في جائزة أفضل لاعب في العالم، من تتوقع، بنزيما أم صلاح؟ أنا بدي أقول صلاح صراحة. جميل، إن شاء الله في العام المقبل نهاية دورة أبطال أوروبا سيكون في إسطنبول، بإذن الله نلتقي بحضرتك في إسطنبول وتأتي وتزور إسطنبول وتحضر هذه المباراة. بكل سرور، أنا جاهز وبكل سرور، وسألتقي هناك إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيد لويس بيونو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط، على كل تلك الإيضاحات الرائعة التي أوضحتها لنا في حلقة الليلة من برنامج راي. شكرا لكم، شكرا للاستضافة مرة أخرى. شكرا لحضرتك.